اسم سعيد الهوى اسم سعيد الهوى اسم سعيد الهوى من اسكندرية ونقوم بك بطلع على المسرح اخلي عقلي الناس يسرح واشوق يا وحدتي وابدأ نمرتي بالعكس ده انا بدهبزه وبهرزه عشان يبرعش ويحنكش ويبقى اخر طعطعه. اول ما نشخلل الشخاليل ونشرمع الشواشي هتسرسق البصاري وحنشافك دغري. هنشافك الكيف بيولد الكيف بس مزاجنجي. اقسم بالله اجيبك ملبوس. طب ثانية واحدة من فضلك. حق الرد ما ثانية واحدة من فضلك. حق الرد من فضلك لأي حد. اقسم بالله اجيبك ملبوس. اقسم بالله اجيبك ملبوس. طب ثانية واحدة من فضلك. حق الرد ما ثانية واحدة من فضلك. حق الرد من فضلك لأي حد. اقسم بالله اجيبك ملبوس. مام وات هاي. لا البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر يا ام المطهر. اديني وانا ضيع اديني. بحبكم قوي. خمسه مواقف خمسه ونيوق خمسه يلا بقى. وايوه بقى لو ده هيثبت لك اني انك ايه. افتح يا سمسم يا نهار ابيض يا نهار ابيض. كان معكم محدثكم نادر سيف الدين من امام احدى بيوت الدارة. باي باي قطة. كان معكم محدثكم نادر سيف الدين من امام احدى بيوت الدارة. باي باي قطة. انا لا ليه؟ لان المفروض ان انا ما اتهزش لان انا مسؤول عنكم. ما ينفعش اتهز. وطن يعني حضن. حضن بلدنا هو الوطن. لو انت فصلتك من فصيلة الرجالة انزل ابني. خير يا رب. هموتك. هفلقك نصين. خير يا رب. هفلقك نصين. كده برضو يا قمر توعدني عالسهر. كده برضو يا قمر توعدني عالسهر. كده طب عمو حمادة عنده بطة بتعمل كده اهو. انت اللي كان بابا بيشوط فيكي. عايز ارجع يعني اطرش بالتعبير البلدي استنطق. تاخد العربية الطريق الصحراوي تقف عند الكيلو 5200. عارفه ان انا حافظه صم. يا ربي ايدك تشال. سي هو حضرتك فيه لما اخذ الباص انا كنت اصلي بكسي على سطح المركبه. يا عم انت على الهوا. ربنا يخليك يا باشا. انا قلت لك كم ايه. لا مش هينفع كده. ناخد قومتي الكبير هتتزل. قلتها له كصديق مش كغرفة ولا بتاع. انا محدش يقدر يزلني. لا فيلم ولا 20 فيلم. قلت له الطفل ده الطفل الاسطورة اللي انا قابلته في الحضانة ده.